عروس الأدب العربي، ولادة القرن العشرين، ريحانة الشرق، أديبة الجيل، نابغة عصر النهضة، فريدة العصر، ملكة دولة الإلهام، حلية الزمان، الدرة اليتيمة. تلك هي ألقابها التي أكسبها إياها سطوعها في صالونات الأدب ومنابر الخطابة وساحات الحركة النسائية وصفحات السجال في الأدب والصحافة. وتلك هي الأضواء الساطعة التي سلطت عليها في حياتها المثيرة، لكنها في داخلها بقيت كالفراشة تهفو إلى نور بعيد كلما اقتربت منها مصابيح زمنها النادر. ولدت ماري إلياس زخور زيادة في مدينة الناصرة بفلسطين في 11 من شباط عام 1886 من أب لبناني من قرية شحتول بقضاء كسروان وأم فلسطينية. هي بنت كاتب أو معلم لبناني يدعى إلياس زخور زيادة من قرية شحتول في كسروان بلبنان. سافر إلى الناصرة بفلسطين ليعمل في التعليم، وهناك تعرف على أمها نزهة معمر وهي فلسطينية من أصل سوري، وأنجب منها بنتا واحدة هي مي عام 1886. وبعد أن بلغت السادسة من عمرها أرسلها والداها إلى عين طورة في لبنان. هناك كان مدرسة للأباء العازرين تدعى مدرسة رهيبات الزيارة، فمكست فيها حوالي 5 سنوات. ليس الجبل الذي تستند عليه حيفا القائمة أمامي لبناناً، بل سلسلة جبال الكرمل الممتدة بين الجليل والسامرة. لقد سافرت في حياتي الصغيرة مرات على ظهر الجواد في ظل هذه الجبال، واستوعبت روحي ما ينطلق من أشكالها وروائحها وبقاعها وغاباتها وصخورها من المعاني والأخيلة. ولكم شهدت أسراب الطيور فوقها وحواليها مرفرفة، ولكم رأيت الأرانب والغزلان بين صخورها وأشجارها شاردة. لست أدري أأنا أشد حباً للكرمل أم لجبل الطور المستدير هناك على صفحة مرج ابن عامر. إن أعذب تذكار لدي من هذه الميناء هو أني عندما تعرفت بالبحر ووقفت في حضرته للمرة الأولى في طفولتي وركبته لأذهب إلى مدرسة الراهبات في عين طورة في لبنان مساءً ما زال حياً كأنه مساء البارحة. عاشت في بيئة مترفة فيها كثير من الرومانس، فيها كثير من الأدب، فيها كثير من الروحانيات. والجميل في مي زيادة أنها نشأت بعيدة عن التعصب. مي زيادة امرأة وصبية وجميلة، وكانت منشافة كتير بعيلتها وبمقامها الاجتماعي، لكن تميزت عن سائر بنات جنسها بالعلم والتهذيب والتربية. تهذيب مش تهذيب تهذيب الروح، تهذيب الفكر. تهذبت فكريا وعقليا وكانت قارئة كبيرة ومثقفة. برعت بعمر كتير باكر، يعني بالوقت اللي كانت فيه البنات بعدون عم يلقطوا الحرف كانت هي بلشت تبين عن نبوغة. كان أول ظهور لمي زيادة في مصر في الاحتفال الذي أقيم في القاهرة برعاية الخديوي عباس حلمي لتكريم شاعر القطرين خليل مطران، وذلك في ربيع العام 1913. وكان ذلك الربيع مرتبطاً ببداية قصة حب فريدة، حيث ألقت فيه مي كلمة جبران خليل جبران التي أرسلها من مكان إقامته في نيويورك في الولايات المتحدة.
في عمر مبكر من مراهقتها أو طفولتها المتأخرة قرأت رسالة جبران خليل جبران اللي وجهها بمناسبة تكريم خليل مطران في حفل حضر الخديوي. هي كانت خطيبة منذ الطفولة، معروفة في مدرستهم كان عندهم درس خطابة. لم تكتفي بهذا، سمعت التصفيق والهتاف والتشجيع على قراءتها اللطيفة، فارتجلت كلمة من عندها في تكريم خليل مطران. ورغم أن مي زيادة كانت موجودة في مصر منذ العام 1908 مع والدها إلياس زيادة الذي اشترى امتياز جريدة المحروسة، إلا أنها بدأت تاريخها الثقافي من ذلك اليوم الذي أقيم فيه الاحتفال بخليل مطران في الجامعة المصرية. وفي عام 1907 هاجرت مع والديها إلى مصر، لأن الحركة الأدبية في مصر كانت رائجة هناك، وكان فيها العدد الكبير من الجرائد والمجلات، فبدأت أن علمت اللغة الفرنسية لأبناء أحد الأغنياء المصريين يدعى إدريس راغب، كان عنده جريدة المحروسة، فكافأها على تعليمها لأولاده بأن أهداها الجريدة ومطبعة الجريدة، فبدأت تكتب فيها من عام 1907. غابت ماري إلياس زيادة منذ ظهورها الأول خلف أسماء مستعارة، وقعت بها كتاباتها المبكرة في عدد من المجلات المصرية كالهلال والمقطم والمحروسة والمقتطف وغيرها. ومن تلك الأسماء شاجية، كنار، أنا، عائدة، السندبادة البحرية الأولى، مادموزيل صهباء. واستعارت في عدد من معاركها الأدبية الجريئة اسماً ذكورياً دخلت به حلبة السجالات القاسية، هو خالد رأفت، كما أصدرت كتابها الأول بالفرنسية في العام 1911 بتوقيع إيزيس كوبيا. ثم غابت هذه الأسماء جميعاً وبقي منها مي زيادة. وقعوا باسم مي بالعربية وهو اختصار اسمي، ويتكون من الحرفين الأول والأخير من اسمي الحقيقي الذي هو ماري. وأوقع إيزيس كوبيا بالفرنجية، غير أنه لا هذا اسمي ولا ذاك، إني وحيدة والدي وإن تعددت ألقابي. وإذا كان ربيع العام 1913 هو الظهور الأول لتلك الفراشة التواقة إلى الأنوار البعيدة، فإن ربيع العام 1919 كان موعد الولادة الثانية المنبعث من أنوار نهضة جديدة. فكانت مي صوتاً رخيماً وجذاباً من أصوات تلك النهضة، مجسدة بتظاهرات ثورة العام 1919 التي شهدت أول نزول للمرأة المصرية إلى الشارع مشاركة في دعوات الحرية والاستقلال الوطني. أدى انفتاح مي على الثقافات الأخرى، إذ كانت تجيد 5 لغات حية، أدى إلى التأثر الواضح بأنماط الحياة الأدبية الأوروبية خاصة في عصر النهضة، وبروز ظاهرة الصالونات الأدبية في فرنسا كصالون مدام لكاميه وصالون مدام دو ستايل، التي كانت تعكس أجواء الاختلاط الاجتماعي في الأوساط الأدبية آنذاك. بس على كل حال وقت كنت تكتب الجرأة كنت تكتب فيها ما هي مش هينة أبدا، يعني نحن اليوم نقيم شيء بسيط، بس رجعي 50 سنة الخلف بتشوفي شو أهمية ماي. يعني الحجاب كان بعد يعني بعده سائر، المرأة كانت محجبة، تجي ماي تعمل اجتماعات تجيب كل زعماء مصر يشتركوا معها، مشايخ الجدة تكون هي مديرة الحلقة، مش مقليلة أبدا،
هلا شيء بسيط انه المراه تظهر بعد المظهر، بس من 50 سنة أو 60 سنة وقت بلشت معي كانت المراه بعدها بحجره، مراه كانت محجبه مش بس ظاهريا حتى عقليا. اصبحت جلسات الثلاثاء في بيت ماي زياده بشارع عدلي في القاهره اهم منبر ثقافي في عصر النهضه العربيه في القرن العشرين، وكان يحضره العشرات من اعلام تلك الفتره كامير الشعراء احمد شوقي وعميد الادب العربي طه حسين وعباس محمود العقاد وخليل مطران وشبلي شميل واسماعيل صبري ومصطفى صادق الرافعي وسواهم، إضافة إلى المستشرقين الأوروبيين الذين كانوا يزورون القاهرة. في أشياء تانية عن مي بالصالون الأدبي، صالون الأدبي كانت مي بأوائل بين 20 و25 سنة، وكان كل اللي كانوا موجودين بالصالون، عم نحكي عن أمة الفكر العربي، عم نحكي عن ولي الدين يكن، عم نحكي عن طه حسين، عن المنفلوطي، عم نحكي عن خليل مطران، كبار أدباء العرب، كانوا يقعدوا ينطروها تتوصل، تجي إما تقدم المورد اللبناني على الطريقة اللبنانية، ترجع تفوت مي عليهم بعد ما يكونوا كلهم انوجدوا، تفوت يوقفوا كلهم على وهرة، على وهرة، وكان عندها ذكاء غير طبيعي بنظرتها. كنت تحكي بعناية مي، كيف تحكي بعناية؟ كان يعبروا مي عن شعورها بشكل غريب. لسبيتها كانوا يقولوا أنه عندها نوع من جذبية الساحرة. الغريبة أن مي زيادة هذه الفراشة الرقيقة الهادئة المفعمة بالرومانسية أدارت رؤوس كل الرجال الذين كانوا في عصرها، ليس الرجال الحالمين والرومانسيين. كان لديها صالونها، هو ليس صالون أدباء فقط، هو صالون سياسيين ونخبة المجتمع. يصف العقاد أهمية النقاشات التي كانت تدور في تلك الجلسات بقوله: لو جمعت هذه الأحاديث لتألفت منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة العقد الفريد ومكتبة الأغاني في الثقافتين الأندلسية والعباسية. ويضيف: صيرت مي الدنيا كلها غرفة استقبال لا يصادف فيها الحسن ما يصدمه ويزعجه، أو هي صورتها متحفاً منضوداً لا تخلو زاوية من زواياه من لباقة الفن وجودة الصنع. مي زيادة كانت تعرف ماذا تريد، لم تكن تسمح للكبير أن يبقى كبيراً ولا للصغير أن يبقى صغيراً في هذا الصالون. بطريقة بارعة كانت توزع الأحاديث بينهم وتشعر كل شخص بأهميته، ولم حتى في مذكراتهم لم يذكر أحد أنه كان له الحضور الأفضل في هذا الصالون. إن للأمكنة أرواحاً، وفي هذه الغرفة الصغيرة روح تناجيني وسر أطمع في اجتلاء غوامضه، كل ما يحيط بنا في الحياة سر ولغز، لكن حواسنا المثقلة بأحمال المادة تحجب عنا الأنوار. كلما رأيتني في الغرفة وحدي شعرت بأن في جوها روحاً. أهي مجموع أرواح النوابغ الحاضرين بنا برسومهم وبخيالات الأفكار المطلة من أحداقهم؟ أحب روح الغرفة الممزوجة من أرواح شتى. هذا الصالون أو المنتدى يعقد كل يوم ثلاثاء، وكان الأدباء يتشوقون ليوم الثلاثاء كي يحضروا مناقشات هذا الصالون، حيث يدور فيه مناقشات حول الأدب وحول الشعر والفن والموسيقى. وكانت مي تدير هذا الصالون بنفسها، وكانت لبقة كما نقول بلغة اليوم سيدة الصالون، تنقل الحديث من شخص إلى آخر ومن أديب إلى أديب. يلخص الشاعر إسماعيل صبري ببيتين شعريين الاشتياق إلى جلسة يوم الثلاثاء في بيت مي.
روحي على دور بعض الحي حائمة، كظامئ الطير دواقا إلى الماء. إن لم أمتع بمي ناظري غدا، أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. لم تنجذب فراشة الضوء البعيد لكل من حولها من عشاق، رغم كل ما يحملونه من حرائق الشعر وأنوار الفكر، لكنها في الواقع كانت تجامل الجميع برشاقة وهي ترنو إلى الأنوار البعيدة. لا توجد لدى مي قصة مكتملة في هذا الصالون، كل القصص غير مكتملة، لم تكن تصد أحداً ولم تكن تشجع أحد على الإعلان عن حبه، وحتى عندما يعلن أحدهم عن هذا الحب تحوله إلى شيء من المزاح. هي كانت امرأة بمعنى المرأة، تعرف لعبة المرأة، لم ترتبط بأحد منهم. تخيل أنها بين 50 قامة عملاقة وتختار منهم واحد وينتهي الصالون. أخرج من بعض الاجتماعات شاعرة بأن الناس أخذوا مني شيئا كثيرا، أقضي أسابيع في الاستيلاء عليه من جديد دون أن أعرف ما هو. وقفت عند قوة الحياة وإذا بالناس يمرون، وشعرت باحتياج محرق إلى التمتع بالسعادة. ولما انتهى دور الوقوف في القوة وجدتني بين الجماهير ووجهتي مرقص الحياة، جاهلة من ذا يسيرني. فتناولني حينا دوار الاختلاط بالجمع الكبير، لكنني فهمت أمرا آخر، وهو أنه حيث تكون العاطفة متيقظة مرهفة فهناك النزاع الأليم والاستشهاد. وإذا رافقتها الأنفة وشرف السكوت على مضض الحروق والكروب، فهناك مأساة تتجدد مع الأيام. تحلم برجل، بإنسان يوازي أحلامه. وجدت جبران هو الحلم تبعه، بكتاباته، بعبقريته، بفلسفته، بهالخيال اللي عنده الكبير. حست إنه روحها تتجاوب مع روح جبران. هي بلشت روح بالأول. مي أرادت أن تعيش قصة مكتملة في الحياة بطريقة الكتب، لكن علاقتها بالحياة هي علاقة غير كاملة، علاقة بطبقة أعلى من الحياة. رغم أسفارها، رغم معرفتها ثقافة، لذلك كانت تسعى لأن تعيش قصة مكتملة في الحياة وهي غير ممكنة إلا في الكتب. لذلك ذهبت إلى المستحيل. جبران كان هو الحب الكبير، لكن جبران لم يستجب إلى هذا الحب. كان يكتب الرسائل، رسائل صداقة، رسائل فيها رومانسية مثل ما قلت هذيك الساعة، فيها حلم، فيها سفر في الخيال، لأنه إنسان خيالي كتير أكثر ما هو واقعي على الأرض. وهكذا كانت قصة حبها مع جبران، حباً عبر المحيطات والعوالم البعيدة، وشغفاً بالمراسلة. فقد كانت تعشق كلمات جبران رغم بعده الجسدي. جبران ظاهرة غريبة، بعد ما بلش يكتب جبران تحرر المرأة وكذا، كان في جمود، كان في تحنط بالأدب العربي، بدها انفتاح. ومي رائدة مثل كان جبران رائد، مي رائدة نسائية مثل ما جبران كان رائد ذكوري. لسبب التقوا مع بعضهم بالتيار الاستقلالي التحرري. بيقولوا انه لو لا تعرف جبران من قريب يمكن ما كانش تعلقت فيها الأد. انا ما بقول هالقد، بقول انه جبران كان مشهور مش بجماله، كان مشهور بكتاباته الجميلة. لو كان جبران موجود ما كان تغير شيء ابدا. سنة 1912 ارسل لها كتابه الأجنحة المتكسرة، فأعجبها هذا الكتاب، فكتبت له تبدي له إعجابها بهذا الكتاب، وكان هذا الكتاب هو فاتحة المراسلة بينهما.
ومن يقرأ رسائل مي إلى جبران ورسائل جبران إلى مي يلمس العاطفة المتأججة التي كانت تربط بينهما. هذا النوع من الحب أضحى ملهما لمي ولغيرها من الكتاب، فأثمر مجموعة من عيون الكتب، منها رواية السهرة لعباس محمود العقاد، والشعلة الزرقاء وهي رسائل جبران لها، ورسائل الأحزان للرافعي. جسدت شخصية مي تجسيداً مثالياً نموذج الحب الرومانسي في روايات عصر النهضة بما يحمله من صور العفة والحياء الجميل والهيام وصولاً إلى الاستشهاد. كانت دائماً تلاحق ضوءاً بعيداً كلما انطفأ مصباح من حولها، فقد أحبت الشاعر ولي الدين يكن وهو يعاني من مرض الرب، فمات على حبها وارتدت عليه السواد عامين. وأحبت جبران بالمراسلة فمات دون أن تراه، وأحبها العقاد فمات بعدها، وأحبها شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق فظل يذرف الدمع على لحيته البيضاء لفرط الوجد بعد موتها. لقد بلغ بها عشق الكلمات إلى أن أكثر من 100 شخصية من أعلام الثقافة في القرن العشرين من مصر والعراق وسوريا ولبنان وحتى من أوروبا كتبوا لمي رسائل يعترفون لها بحبهم فيها ويعبرون لها عن شغفهم. من الطبيعي جداً أن يحوط الرجال مي زيادة بشكل كأنها أنثى، لأنه الرجل هو الرجل، نعلم نحن الرجل حتى اليوم الرجل لا يتطلع أولاً إلى المرأة بفضائلها الأدبية وفضائلها الموسيقية وفضائلها الفلسفية، يتطلع إليها كأنثى أولاً، وهكذا تطلع الرجال إلى نظر الرجال إلى مي زيادة. وكانت متربية في مدرسة الراهبات، متزمتة جنسيا وأخلاقيا وكل شيء، إنه الرجل لا يجب أن يمسني إلا في الزواج. جبران، لقد كتبت كل هذه الصفحات لأتحايد كلمة الحب. ما معنى هذا الذي أكتبه؟ إني لا أعرف ماذا أعني به، ولكني أعرف أنك محبوبي وأني أخاف الحب. أقول هذا مع علمي أن القليل من الحب الكثير، الجفاف والقحط ولا شيء بالحب خير من النزر اليسير. كيف أجسر على الإفضاء إليك بهذا؟ وكيف أفرط فيه؟ لا أدري. الحمد لله أني أكتبه على الورق ولا أتلفظ به، لأنك لو كنت الآن حاضراً بالجسد لهربت خجلاً بعد هذا الكلام ولاختفيت زمناً طويلاً، فما أدعك تراني إلا بعد أن تنسى. حبها لجبران فقط شيء أقبلت عليه بقوة بتقديري، لأنه لم يكن واقعياً. لو كان جبران في هذا الصالون لما كانت أحبته، كانت تريد شيء بعيد، وكما قيل أنها كانت تعيش في حلم وتريد أن تغدو حلما، والحلم يتكسر عندما يصطدم بصخرة أو بواقع. لذلك كان حبها لجبران كبير، ومن يقرأ الرسائل المتبادلة بينها وبين جبران يجد أن حتى هذا الحب لم يكن سهلا، كان الطرفين جبران ومي يقودوا إلى أن يكون مستحيلا. في المرحلة التي أحبت فيها جبران هي لم تلتقي بالحياة، التقت بمشهد متخيل مثقف نخبوي من الحياة في الصالون أو في جريدة المحروسة اللي كان أبوها يديرها،
وفي هذا العالم فقط. أنا أقرأ لمي عندما تكتب عن بيتهوفن مثلا، أراها تمشي في الطبيعة، تحدث الأشجار، تحدث الطيور، الفراشات، تتحدث عن كل شيء، تحدث الموسيقى، تحدث الملائكة، لكني لم أرها تتعثر بحجارة من حجارة الأرض، هذه اللي يعيشوها الناس الواقعيين. يعني هي كما قلنا أنها كانت تعيش في الأحلام أكثر مما تعيش في الواقع، ولذلك يعني وجدت هناك تطابقا بين خيالاتها وخيالات جبران. جبران كان خياليا وكان رومانسيا، يعني كانت الرومانسية هي القاسم المشترك بينهما، هي الرابط بينهما. هكذا كان عشق الكلمة عن بعد، أما الحب عن قرب فكان جبران يمنحه لماري أخرى، هي ماري هاسكل في نيويورك. ويبدو لي أن جبران كان هنا أقل إنسانية معها مما مع، يعني لا أريد أن أجازف بهذا الرأي، لكن لعب الرجل بأعصابها وكان ماهرا وعارفا بما يفعل، فيكتب هنا يكتب هناك رسالة يضمنها معنى مبطن، هذه المعاني عذبتها، كانت تتعذب. أنا أقرأ الرسائل، هي رسائل عذاب وليست رسائل راحة. في هذا الوقت كانت نار الخصومات والمعارك الأدبية تشتعل من حول الفراشة التي تهفو إلى الأنوار البعيدة فقط لجذبها واستمالة مشاعرها، حتى يمكن القول إن أي سجال ثقافي متحامل في تلك الفترة تلخصه عبارة ابحث عمي. كتب عباس محمود العقاد نقداً لاذعاً وقوياً ضد كتاب المواكب لجبران خليل جبران، وهاجمه منذ البيت الأول في الديوان ليلفت انتباه مي زيادة التي كانت تعشق كتابات جبران. ثم جاء الدور على العقاد نفسه ليضعه الرافعي على السفود. ركزت مي في أهم كتاباتها على إعادة مراجعة الأدب النسوي وقراءته بمفهوم نقدي ثقافي راسخ يشدد على خصوصية أدب المرأة في عصر النهضة، فأصدرت 3 كتب عن 3 من رائدات النهضة النسوية في الأدب العربي، الأول عن باحثة البادية، والثاني عن عائشة تيمور، والثالث عن وردة اليزجي. مي زيادة دخلت للكتابة وكتبت بعدة لغات وفي عدد لا يحصى من الموضوعات، وكان مجدها وإصرارها أنها تكتب كامرأة. في تاريخ الكتابة العربية النساء من الخنساء إلى يومنا هذا كثير من النساء يكتبن كرجل، يريد أن يثبت أنهم وصلوا لشروط الكتابة العليا. مي كانت مصرة على أنها تكتب الحياة وللحياة من زاوية امرأة وليس من زاوية رجل. من الأدوار الثلاثة المهمة التي تستغرق حياة المرأة أدوار البنوة والزوجية والأمومة. كانت ملك حفني ناصيف باحثة البادية تحت تأثير الدور الثاني يوم كتبت النسائيات، لكنها بحثت في جميع أدوار المرأة المصرية من الطفولة إلى الشيخوخة التي يشهرها في ميادين الحياة، فلحق بعواطفه الجفاف من مقتضيات المنافسة، على أن القلب ما زال مملكة المرأة، وفي هذه المملكة الضيقة الرحبة تجتمع القوة والدقة والكآبة والصفاء، ويختلط التأمل بالأحلام والقنوط بالرجاء. عندما لا يتكلم من الرجل غير صوت الطمع والتهديد والمفاخرة، نسمع في صوت المرأة أنيناً كأنما هو بقية زفرة أو تتمة بكاء. هي دخلت في جمعية تحرير المرأة وكانت رئيستها، كانت رائدة بس ما كانت واحدة، كان في مع عدة شخصيات نسائية بارزة وساعدوها كتير، بس اللي الفضل اللي معي إنه كان عندها البلاغة وكان عندها الحضور الأدبي. تلميذة الراهبات
فاتت على هالعالم الأدبي الكبير، حست حالها بغربة، طبعا حست حالها بغربة، لكن جربت حاولت تصارع هالغربة، لأنه عندها فكر براسها بدها تستلم قضية، قضيتها هي قضية المرأة، عم شوف الرجال عم بيحوموا حواليها للاستفادة من أنوثتها، لكن هي بدها تفسر أنه المرأة عندها قضية أكبر من هيك بكتير، في حرية المرأة، في ثقافة المرأة، في علم المرأة، وين كتاب بين إيدين المرأة؟ أعطوها الكتاب، أعطوها التربية، أعطوها العقل، ربوا المرأة في بيتها وفي المدارس، أعطوها مهنة تشتغل، خليها هي تدبر مهنتها. هذا الصراع، هذا الصراع لدى مي زيادة جعل من مي زيادة الأديبة الكبيرة. ظلت مي شديدة الانحياز لقضية تحرر المرأة وكثيرة الاشتغال على فكرة قبول المرأة في المجتمع ككيان فاعل، ولم تكن حماستها مجرد زعة أنثوية، وإنما كانت خياراً ثقافياً انجذبت إليه بعد طول دراسة وتأمل في تاريخ المرأة الشرقية وصورتها وأوضاعها في بدايات القرن العشرين. لما بلشت تتبين كرائدة للقضية النسائية، للقضية الأدبية، هون صار في استهجان بالمجتمع تبعها، إنه من هي تلك الفتاة التي تستبيح الصالونات وتقيم الصالون الأدبي؟ من هي؟ الفضول جعل الرجال يأتون إلى صالونها، الرجال يستمعون إليها، ومنهم من رأى فيها المرأة بس، إن أنت أنثى، يعني ما لازم تكوني دخيلة على شيء آخر، اتركي الأدب واتركي الفكر والفلسفة إلى الرجال وكوني أنت الأنثى. عرفت أن مجدها كامرأة لا سبيل له إلا من خلال هذا الكيان الغريب اللي اسمه ثقافة ومعرفة، ومن خلال استخدام أسلوبها كامرأة وليس كامرأة تكتب بأسلوب الرجال. بقيت تدافع عن هاي الفكرة، المرأة يجب أن تضيف نظرة للحياة، كتابة للحياة هي كتابة المرأة ونظرة المرأة. كل جو مي كان جو أخلاقي وجو كتير متعلق في جو وجودي، متعلق بال 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 بكل التفاصيل الصغيرة اللي عاشتها من أيام طفولتها وكملت عليها. كان أدب مي، أدبها هو كان حياتها، ما كان في انفصام بأدبها بين حياتها الشخصية وبين اللي كتبته هي. يرمز المصورون إلى العبودية برسم رجل بائس رسف في قيوده، ولو أنصفوا ما كان غير المرأة رمزاً. الرجل عبد مرة وهي عبدت مرات، قيمة الرجل في استقلاله وطموحه. وإذا أبدت المرأة ميلاً إلى الانعتاق من الأوهام القديمة والعادات المتحجرة، نظر إليها كفرد شاذ أو كخيال في دوائر الرؤية، لأنهم اعتادوا استعبادها ليس بالجور والتعذيب بل باللطف والتدليل والتحبب. وهؤلاء هن اللواتي يشترين بالمال والحلي والتملق، وقد عنا سكوتهن قبولاً بنير العبودية والرضا عنه. وكانت دائماً تحث المرأة على أن تأخذ دورها وأن تدخل المدارس والجامعات وتنال حظها من العلم، وكانت تقول لا يمكن أن تربي العبد إلا عبيدا، فإذا ثقفنا المرأة وعلمناها يمكن أن تنشئ أبناء ورجالا يكونون قدوة في المجتمع وروادا في الحياة، وهذا هو الدور الذي لعبته. في غضون 3 سنوات تعرضت الفراشة العذراء لثلاث صدمات ربيعية مهولة جعلت حياتها شتاء قاسيا يكاد يخلو من الضوء والرحيق، ودفعها إلى العودة إلى شرنقة العزلة. فقد توفي والدها في ربيع العام 1929، وانطفأت الشعلة الزرقاء في ربيع عام 1931 برحيل جبران، وخفت مصباح البيت
بوفاة والدتها في ربيع العام 1932، فتغيرت مسيرة الفراشة في انقلاب دورة الفصول، ولم يبقى أمامها سوى فصل أخير نحو ذلك الضوء البعيد. باللحظة اللي يتوقف بيها كل شيء، جبران الأب الأم اضطرت أن تواجه كل هاي الأشياء واكتشفت أنها غير حقيقية، أنها حياة غير مديدة. هنا نقف أمام موت وولادة. ماتت مي القديمة لكن مي الجديدة، ابنة الحياة، ابنة الواقع، لم تكن جاهزة، ولذلك تعرضت للخديعة بسهولة. هل أسباب هيدي حطت مي بجو من الضياع؟ صرت أيم إنه وين كانت وين صارت وشو بدها تعمل؟ طيب أنا شو الحالة اللي أنا فيها؟ يا ريت النهار أكتر في ساعات عمل حتى أقتل هالجسم بالعمل. يعني بلشت تاخذ التوندانس تبع نيتشي الفيلسوف يلي هو قهر الجسد لمصلحة الروح. في ذروة عزلتها وشعور الكآبة والظلام الذي كان يخيم حولها، استدرجت مي إلى بيروت ودبرت لها مكيدة من ابن عمها للحجر على أموالها بتهمة الجنون. وهكذا اتهمت فراشة الضوء، والعقل النسوي نير اتهمت بالجنون واقتيدت إلى مستشفى الأمراض العقلية. يعني أسرة مي التي طمعت في ثروتها واتهموها بأنها كانت على وشك أن تختل، هم الذين أتوا بها إلى لبنان وأدخلوها مستشفى الأمراض العقلية المسمى بالعصفورية. كان راح بالأساس دكتور زياد، هي طلبته، راح على مصر، بعثت له مكتوب، قالت له أنا مريضة جوزيف، أنا أكثر من مريضة، أنا بهمني إنك تجي تشوف أنا شو قصتي. هالمكلمتين هو سفروا دكتور زيادي على مصر، راح لعنده، قالت له أنا مريضة، أكثر مريضة يا جوزيف، قال له أنت بحاجة لمناخ لبنان وبتصيري منيحة وصحتك، أنا كحكيمة بحكيكي. قالت له فليكن إذا هيك بدك بكون منيح، هلا عملي لي وكالة. مش أنا عملت له وكالة مي. ما كان في شيء بيفهموا شو الأمراض العصبية، بيلاقوا حالة شاذة عن حالة العادية بسموها هيدي جنون. هي مي ما كانت مجنونة، أنا عرفت من أمي وتخبرني عن تفاصيل صغيرة. سأل حكيم مولر، يمكن أظن كان هذا طبيب العصفورية، قال له أنا بنظري أفضل شيء إنه ما في علاج بأي مستشفى كان إلا بالعصفورية. قال لك هو بالعصفورية جنتي ما بدها، كبلوها بالقوة أخذوها على مستشفى العصفورية. جاء الطبيب المعالج في العصفورية وكتفني بجاكيت المجانين تساعده الممرضة، ونفحني بإبرة مورفين بساقي وأنا أصيح من فرط الوجع وأستغيث: واه يا بيروت، كيف احتملت أن أجتاز شوارعك في ذلك الموكب المشين الأليم؟ كيف احتملت الدموع التي سكبتها في تلك السيارة وأنا بين ذلك الطبيب وتلك الممرضة أشعر بوحدة رهيبة في الدنيا، وأرى القدر المروع المعد لي دون أن أدري لماذا؟ أنا لما دخلت على المستشفى كان عمري 17 سنة، قلت لي قعدت 9 شهور وأنا بعرفها أنه ما بتأذي حدا، لا أذت ولا حدا، وإجت رايقة وضلت رايقة لآخر ساعة وقت الفلت. واخر نهار اللي شفتها فيه انا رجعت طلعت على الليل ما عاد شفتها، لا اي وقت الاخذوها ما شفتها لما رحت، سالت عني بس ما شفتها انا لما رحت، لان كنت حبها كثير انا واهتم فيه بامرها كثير، اعمل لها قهوه اسقيها قعد انا وياها برا، ما تاذي نملي كانت. بعد عامين من مؤامره الجنون المزعوم التي دبرت لمي، استطاعت الفراشة السجينة أن تعاود رحلتها نحو الضوء البعيد بمساعدة أصدقائها بمثقفي لبنان وكتابه في ذلك الوقت كأمين الريحاني وفيليكس فارس وسواهما.
قامت الصحافة اللبنانية والأدباء من أصدقائها يحاولون أن يدفعوا التهمة عنها، وشكلوا لجنة طبية لفحصها عقليا، لكن بقيت حوالي 9 أشهر في مستشفى الأمراض العقلية في العصفورية. ممن هبوا لنجدتها نذكر منهم فارس الخوري وخليل الخوري ومختار الجزائري وزوجته، وأيضا كان أمين الريحاني، وكثر الذين هبوا، وأنطون سعادة مؤسس الحزب القومي كمان هب لنجدتها، وهؤلاء كلهم حاولوا أن يخلصوها من محنتها حتى استطاعوا أخيرا أن يشكلوا لجنة لفحصها عقليا، وقالوا إنها شفيت وصار بإمكانها أن تدير نفسها. لقد قدمت مي شهادة الفكر المضيء في ربيع جديد للعقل كوثيقة ادعاء ضد من اتهموها بالجنون. تلك المرافعة لم تقدمها مي أمام القضاء، وإنما في محاضرة رصينة قدمتها في ربيع العام 1938 في الجامعة الأمريكية ببيروت. في الجامعة الأمريكية تتثبت إن هي صحتها منيحة، إن هي عقلها منيح، سليمة العقل، إنها تحكي. كان مدعي العام يوسف شربل، كان مدعي عام مخيف كتير، وكانت كل الهيئة الحكومة المحكمة، لكن المدعي العام كان مثقف من طراز رفيع، وأكبر محنة واجهها في تلك الأمسية كان يسمع ويتساءل: هل هذا العقل هو الذي يوضع خلف القضبان ويحتاج إلى وصاية، أم نحن الذين نحتاج إلى وصاية؟ ماذا نفعل بأنفسنا؟ الناس يتساءلون ماذا فعلنا بمي، هو كان يتساءل ماذا فعلنا بأنفسنا. ولم يحدثها، القاعة كانت منبهرة بهذا هي صاحبة لغة جميلة وإلقاء أجمل، وتختار كلماتها كأنما تختار ورود في حديقة. بقى أنا لما سمعت عن تحكي بالجامعة الأمريكية قلت، وصلت المي وقلت لها أنت جبارة، يا ريتني كنت مجنون. قلت لي لسه بدري، كنت بعدني فريخ أنا بال 18-19 سنة. قلت إذا كل المجانين مثلي قالتني أنا كنت مجنون، قلت لي لسه بدري. هاي اللي سمعتها منها. أنا امرأة قضيت حياتي بين قلمي ودواتي وكتبي ودراساتي، ووقفت قلمي على خدمة بنات جنسي ورفع مستواهن ورد الظلم عنهن، وقد انصرفت بكل تفكيري إلى المثل الأعلى، وهذه الحياة التي حييتها جعلتني أجهل ما في هذا البشر من دسائس ومحاولات. ولو كنت على معرفة بهذا النوع من أخلاق الناس لكنت قاومت الدسيسة بمثلها، ولما كان قادني حسن ظني إلى الاستسلام لهذه المحنة التي لا يمكن أن يكون التاريخ الإنساني انطوى على أوجع منها وأفظع. بعد أن انتصر نور عقلها على ظلام المصح، عادت مي إلى القاهرة، واختارت هذه المرة عزلتها الأخيرة بعد أن كانت حياتها ضاجة بالنشاطات والعلاقات. أميرة المحافل وفراشة حقول الأدب وحسناء الصالونات الأدبية أغلقت بابها أمام الجميع، مصغية إلى نورها الداخلي في ظلام هذا العالم. بخروج مي من المحكمة عاقلة وبريئة وحرة، بدأت تواجه مشكلة من نوع آخر، هي خيبة الأمل والإحساس بالخذلان. لقد بدأت تصلها المقالات والكتابات التي كتبها عنها رواد الصالون، أولئك الذين كانوا يتوددون إليها وينشدون
التفاتة منها أو كلمة طيبة أو أي علاقة خاصة، وجدت أن أغلبهم كتب يؤيد هذا الجنون، اعتبروا نعم هي مجنونة، وكأنهم ليسوا أدباء ولا يعرفون ما معنى أن يكون أن يمر الإنسان بحالة كآبة، ما معنى أن تكون روحة عالية جدا أعلى من الغيم وأرجلة في التراب أو في الطين. سيدتي مي، أنا طه حسين وبودي زيارتك غدا. لا يا سيدي. إذن متى أزورك؟ لا تزورني أبدا. لماذا يا سيدتي؟ أتريد أن تعرف السبب حقا؟ نعم. لقد قررت ألا أقابل أحدا من الناس إلا رجال الدين. إذا أردت أن تراني فكن قسيسا. سيدتي، يعز علي ألا أراك ويستحيل أن أكون قسيسا. أتمنى أن يأتي بعد موتي من ينصفني ويستخرج من كتاباتي الصغيرة المتواضعة ما فيها من روح الإخلاص والصدق والحمية والتحمس لكل شيء حسن وصالح وجميل، لأنه كذلك لا عن رغبة في الانتفاع به.